حين تصاعدت حالة الغضب في الأوساط الصحفية المصرية وامتدت لتصل إلى قطاعات نقابية وسياسية وثورية بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب الأحد مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمرة الأولى في تاريخ النقابة العريقة بهدف القبض على رئيس تحرير بوابة يناير عمرو بدر ومحمود السقا الصحفي بالبوابة بتهمة محاولة زعزعة استقرار البلاد. وبدأ عشرات الصحفيين اعتصامهم المفتوح بمقر النقابة ونظموا وقفة احتجاجية مساء الأحد مرددين هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر وتندد بممارساته، وطالب المعتصمون بإطلاق سراح كافة الزملاء المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه الهجمة المسعورة. وأعلنوا أن اعتصامهم هو الخطوة الأولى في مقاومة هذا الطغيان، مناشدين كل القوى الديمقراطية والحية في المجتمع الانضمام لمطالبهم. وحملوا في بيانهم الأول الاثنين سيسي مصر المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة، وهو ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني. مشاهدينا، وللمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من القاهرة سيد أحمد أبو زيد الصحفي والباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام. أرحب بك سيد أحمد. إذن محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد وهي التهمة الموجهة للزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، على ما استندت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التهم العبثية التي تطلقها السلطة في وجه كل الصحفيين الأحرار الذين يجهرون بالكلمة الصادقة، الذين يجهرون بالحقيقة في وجه السلطة الغاشمة، اليوم طالت تلك التهم المرافقة نقيب الصحفيين، حيث تهم بالتسطر على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا في ظرفة جديدة من النقابة التي تعد معقلا للحريات ومدافعا عن حرية القلم والكلمة في مصر. هذا التصعيد الذي تواجه به الكلمة والحقيقة في مصر هي يعني إضافة جديدة لسجل انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وانتهاكات الداخلية وفبركاتها بحق الصحفيين والنشطاء في مصر، والتي صارت يعني دخلت مساحة اللامعقول، حيث اتهم الصحفيون باستخدام الموليتوف والسلاح لتعكير صفو البلاد ونشر أخبار كاذبة حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، في تحدي واضح للمشاعر الوطنية. نعم. طيب. انفجرت مع بيع النظام المصري لهاتين الجزيرتين. طيب النظام السعودي. طيب سيد أحمد، يعني الآن هناك اعتصام على ما يبدو في نقابة الصحفيين، يعني ألا تخشون من دفع الثمن لهذا التصعيد؟ ويعني في النهاية ما المطلوب، ما المراد؟ المراد هو تركيز الصحفيين، المراد هو أن تتحول الصحافة في مصر إلى يعني أداة للعلاقات العامة للنظام، أن تسبح بحمده ليل نهار، أن لا ينتقد أحد رأس النظام ولا حتى أظهره ولا حتى يعني أطراف هذا النظام. هذا النظام يعتمد على التعتيم ويعتمد على الـ يعني منع البث ويعتمد على مواجهة كل يعني منافسيه بالحديد والنار فقط، ولهذا تأتي هذه الحملة على نقابة الصحفيين التي تعد حصنا للحرية في مصر وملجأ لكل أصحاب الرأي وأصحاب الكلمة المناغضة لسياسة النظام.
هذا سلم نقابة الصحفيين الذي طالما احتوى الآراء المعارضة منذ أيام مبارك، والذي كان منبرا لتوصيل يعني الأصوات المناخضة للسياسات الإمبريالية في مصر. هذا الصرح الآن يتم يعني اقتحامه وتدنيسه. لا طيب. رسالة أنه لا مجال للاحتجاج في مصر، لا مجال لكلمة غير التي يقولها النظام الذي يرفع شعار لا أريكم إلا مرارة ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب سيد أحمد، يعني كيف تقيمون تفاعل النقابات الأخرى والتفاعل الشعبي أيضا مع قضية نقابة الصحفيين؟ لا شك أن هذا التفاعل برز بصورة جيدة في مسيرة الصحفيين إلى النائب العام، حيث كانت هناك حالة من الالتفاف الشعبي حول الصحفيين، حالة من الدعوات التي أوصلت رسالة للصحفيين أن أصحاب الكلمة لهم مساحة كبيرة من الاحترام في الشارع المصري. اليوم أعلنت نقابة المحامين نقابة الصحفيين ودعوتها غدا يوم الأربعاء القادم لاجتماع لكل مجالس النقابات المهنية للتضامن مع نقابة الصحفيين. نأمل أن تكون هذه حركة نقابية قوية تستهدف الحفاظ على النقابات المهنية في مصر والدفاع عن كرامتها أمام السلطة التي تتغول على كل منظمات المجتمع المدني وتتغول على كل قضايا الوطن وتحتكر فقط يعني الصوت الواحد، وتريد أن يعني توصل رسالة للشعب المصري أننا الوحيدون الذين لنا حق الكلام ولنا حق أن تسمعوا وفقط تسمعوا فقط. هذا ملخص خطاب السيسي الأخير وملخص خطاباته المتكررة. نعم، شكرا لك سيد أحمد أبو زيد، الصحفي والباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك مشاهدي.